بسم الله، الصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم خاوتي، ان شاء الله راكم بخير. مرحبا بكم في لاشين يوتيوب حميد ميكانيك. اليوم حابين ندير لكم فيديو بخفيف. كان واحد الانسان عنده 207 فيها محرك 1.4 بنزين، راهو نحل لابيبدو بدلها، وكي ركب شاف لافيش تاع اللي تجي فوق المانو تاع السخانه تسقط، قال لي اهل الخبره هل هذا عادي او لا. درك نشوف الفيديو ومن بعد نرجعوا للشروحات. السلام عليكم ليكيب. ليكيب بدلت لابيبدو وبدلت المانو، حبيت نعرف برك لافيش هذه الا راهي في راهي اون دو بارتي. لافيش تاع المانو، لافيش تاع المانو راهي اون دو بارتي. لابارتي الفوقانيه راهي تزغد، ما عرفتش لا هكذا ولا راهي مكسره. الله يرحم والديكم، قولوا لي شوفوا كيفاش راهي تزغد. ما عرفتش لا راهي مكسره ولا دوريجين هكذا دايره. يرحم والديكم. اولا شي لي نصح السيد هذا او ننصحكم انتوما ايها الاخوه، هو قبل ما ديروا اعمال او اشغال في المحرك تاعكم صوروا او هزوا دي نوت باش ما تنساوش. يا اخي هذه الفيشه راهي عندها امبوزيسيون، بصح هي راهي عادي كي تسقط هكذا تيا، ما كان حتى مشكل كي تعود تتحرك وما تخلعش باللي مش راح تبدل سينيال ولا، راهي عادي. هي في الحقيقة عندها امبوزيسيون، عندها كما قلت موقع. وشي اللي زيد ننصحك به هو كما درت لهذه لاطاش البيضة راك ثم، زيد عاونها بأطاش باش تحكم باش ما تفيبريش، خاطرش لي فيبراسيون راه مش مليح لي كونيكتيك واللي فيش قادر يديروا مشاكل في الكهربائية في المحرك تاعك وفي السيارة تاعك. خوتي في الاخير نقول لكم ما تنساوش تابوني في لاشين يوتيوب حميد ميكانيك. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.